لسه واصل الاسم حالا. عينيا يا باشا مش ناسي. بتقول ايه خرجوا؟ مش ناسي مش عثمان. طب انا جاي لك. بيعمل ايه في الاسم؟ كان جاي يسلم نفسه لما شافني قلق رجع في كلامه. هو مالكش عايزني فيه يا عبد المعطي؟ لا ما قالش سعادتك يا باشا. والنشره اللي كانت ورقه فيك دي ما بصيتش فيها قبل كده؟ حطينا زينه قايمه اسعار في الاسم؟ اسف سعادتك يا باشا. الواد ده شكل ليه رجل عند ظهر في اللوكاندا. ما تكونش بنافقها يا عثمان. ما اعرفش يا باشا. ما تعرفش ازاي وانت عايش في اللوكاندا؟ مفيش حاجة بتستخبى يا عثمان. تعرف تجيب لي الواد ده بالطريقة؟ أوامرك يا باشا. تمام. عارف لو عملتها يا عثمان؟ هنسى كل العك بتاعك وأفتح معاك صفحة جديدة، بس لو جليت. يا باشا مش هجلي. كثفوا لي البحث في منطقة وسط البلد، وعايز نتائج سريعة. تمام يا باشا. اتفضلوا.